أنا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل. خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي حصل أو هتحصل النهاردة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الألماني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيطلق قطاع الفنون التشكيلية المبادرة المجتمعية أنت مش لوحدك لدمج الأطفال ذوي الهمم وأطفال مستشفى 57-357، وده في متحف محمد محمود خليل في الدقي. النهاردة هتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتعليم اللي بيوافق 24 يناير من كل عام. الاحتفال السنة دي هيكون تحت شعار الاستثمار في الناس، باعتبار إن التعليم هو حق إنساني أصيل ومنفعة ومسؤولية عامة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع المصري الساعة 3:15، وفي الخامسة مساءً هيلتقي الزمالك مع غزل المحلة، وفي السابعة هيلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، وفي نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع سموحة. وبالنسبة لماتشات الدوري الألماني، النهاردة في 4 مباريات قوية في الجولة 17، هيلتقي شالكا مع لايبزيج الساعة 7:30، و9:30 بالليل هيلتقي كولن من بايرن ميونخ مع كولن، وهوفنهايم مع شتوتغارت، وهيرتا برلين مع فولفسبرغ.